وين العلبة؟ مو جايب العلبة تبعه معي. فاتورة؟ كمان ما معي فاتورة. هذا الموبايل مسروق. ليش هيك عم تحكي معي؟ هذا موبايلي. لكن جيب لي العلبة أو الفاتورة. قلت لك هلا ما معي ياهن. ليك حبيب، إذا الموبايل بدون علبته أو الفاتورة بيكون مسروق، تعترف ولا لا هاد رأيك، بس إذا اعترفت بشتري منك. مسروق بتاخده؟ هلأ أنت عيني، بصراحة هيك موبايل ما بينباع بسهولة، بيعته صعبة وبتنباع كل قطعة فيها لحالة، لهيك نحن منطلب العلبة. قديش بتدفع فيه؟ 30,000. 30,000؟ بيسوى ربع مليون. هي لما يكون إلك، خود 30,000 وانبسط. بعدين السوق مليان محلات، روح وشوف حدا تاني بركي بيسلمك للشرطة. فكر وأنا جاهز. طيب ماشي.